حاليا هسه نزل هذا الجديد اللي نسميه الاوروبي، يجي بريك ديسك ويجي الدبل امامي ويجي البريك، اكو ديسك واكو دهن. الدهن يجي احسن من الديسك، والديسك يجي احسن من المخده، فهن نوعيات. والفافون قام يجي اكثر شيء فافون. الشباب اقرب شيء يرغبون هو ال 700 التاير ضعيف، تاير مو ضعيف كلش، تاير ضعيف متوسط. يجي هذا خفيف بالمشي ويطلع به مسافات ما تحس انه انت سايق بايسكل، فشي يعني مريح كلش مريح. واكو يرغبون لا، رغبوا التاير الضعيف كلش اللي يطلعون به مسافات طويله محافظات. احدث شيء عندنا الكبار اللي هن اسعارهم تقريبا 300,000، هذا يعني مضبوط. احنا اكو بايسكلات اغلى بس هنا أنا شويه اقبال مو عليهن الغاليات، فاغلى شيء عندنا ب 300,000 هذا كلش مضبوط.